أنتقل بكم إلى عنوان رابع. محمد حسين فضل الله. محمد حسين فضل الله ما عرضه من فكر هو أسوأ بكثير من فكر الوهابيين، لكنني لابد أن أنصف الرجل. محمد حسين فضل الله وإن هاجمته الحوزة عبر مجموعة من مراجعها وعلمائها، أتحدث عن الحوزة الشيعية، فهم يعلمون من أن الرجل لم يأتي بشيء جديد، آراؤه معتقداته هي آراء ومعتقدات مراجع الشيعة منذ زمان الطوسي وإلى يومنا هذا. تتبعت كلمات محمد حسين فضل الله في السنين الماضية، ما كان منها مسجلا فيديو أوديو أو ما كان في الكتب، تتبعت كلماته: الرجل لم يقل شيئا إلا وهو موجود في كتب الخوئي وكتب محمد باقر الصدر وبنحو أسوأ وأقبح. لقد ذكر كلامهم وخففه. الفارق بين محمد حسين فضل الله والبقية أن الرجل تكلم في وسائل الإعلام بشكل علني واضح، وتحدث بلغة إعلامية مفهومة للجميع. الخوئي ومحمد باقر الصدر يكتبون هذا الكلام بلغة مطلسمة، بلغة كاللغة التي تكتب بها الكتب الحوزوية. فكل ما ذكره محمد حسين فضل الله من ضلال ومن عقيدة، عقيدة الوهابيين أفضل منها، موجود في كتب الخوئي ومحمد باقر الصدر، وبإمكاني أن آتي بكلامه وكلامهم، وقد فعلت هذا كرارا ومرارا في برامجي المبثوثة على الشبكة العنكبوتية. فلا بد أن أنصف الرجل من أن آراءه هي آراء الخوئي وآراء محمد باقر الصدر، لكنه خففها. فما موجود في كتب الخوئي وفي كتب محمد باقر الصدر أقذر وأقبح وأوسخ وأنجس. هذه هي الحقيقة من الآخر. وكل الذين تحدثوا عن يعرفون الحقيقة، يعرفون أن محمد حسين فضل الله لم يأتي بشيء جديد سوى أنه تحدث بلسان مفهوم لعامة الشيعة، هذا هو الذي فعله. هناك مقابلة نشرت على مجلة العالم أجراها معه محمد حسن البحراني، وهو حي يرزق، محمد حسن البحراني إعلامي معروف، سأل محمد حسين فضل الله: لماذا تتبنى آراء تختلف عن آراء علماء الشيعة
ومراجعه. فقال أنا لا أتبنى آراء تختلف عن آراء علماء الشيعة ومراجع الشيعة. حينما ألتقي بهم يقولون نحن لا نختلف معك، آراؤك آراؤنا، كلامك صحيح، نحن نختلف معك، كيف تطرح هذا لعوام الشيعة؟ عليك أن تساير الشيعة. هنا هو يقول أنا أختلف معهم هنا. إلى متى تبقى هذه الحقائق مكتومة؟ علينا أن نطرحها للأمة. هو يقول أنا أؤمن بمبدأ صدمة الأمة، أريد أن أصدم الأمة. في البداية الأمة تستغرب، ولكنها بعد ذلك تتعود، وهذا ما يفعله هو، يطرح الفكرة الغريبة على الناس. لما يهيج الناس عليه يعتذر عنها، بعد ذلك يعود إليها بالتدريج فيطرحها بنحو أقبح، فتضيع الأمور. هذا هو أسلوب محمد حسين فضل الله بالضبط، يطرح الفكرة ليست كاملة، كما قلت لكم يطرح آراء الخوئي ومحمد باقر الصدر بشكل مخفف، لكنها غريبة على الناس، تستغرب، يثورون عليه، يظهر الاعتذار، هو لا يعتذر فعلا، وإنما يكذب على الناس، يكذب على الناس من أنه اعتذر، ولكنه بعد ذلك يطرحها في كتاب بنحو أسوأ. كل الذي قاله عن الزهراء وظاهرا اعتذر منه بعد أن اعترض المعترضون، رجع فأثبته في كتبه وبنحو أقبح وبنحو أوسخ وبنحو أقذر. وهذا أسلوبه إلى أن توفي. وحينما مات محمد حسين فضل الله، ماذا كانت وصيته؟ ماذا كانت وصيته؟ الأمور تتضح من خواتيمها. أوصى بأمرين، الأمر الأول أن يدفن في المكان الذي كان يصلي فيه، والأمر الثاني أوصى بالقدس. هي أدري هي القدس مالت الخلفوك، تعرف الأمور من خواتيمها. هذه وصيته، إنه أوصى بالقدس. محمد حسين فضل الله مثال لسوء التوفيق ولسوء العاقبة. لما مات محمد حسين فضل الله تراكض الجميع لتشييعه، تراكض الجميع لتأبينه، تراكض الجميع لحضور مجلس عزائه، تراكض الجميع لإقامة مجالس الفاتحة على روحه، تراكض الجميع لإصدار البيانات وللحديث عن جهاده وعن عظيم أعماله وما قدمه لهذه الأمة. ماذا قدم لهذه الأمة؟ هي الأمة طايح حظها، ويوميا طالع لنا واحد يطيح حظها أكثر. هو هذا اللي قدمه محمد حسين فضل الله. الدليل كتبه، آثاره الموجودة، آثاره ما تلقى لك بها شغلة واحدة زينة.
إذا ما قلبت كتابا من كتبه من طيحة حظ إلى طيحة حظ، كل ما تقلب لك صفحة تلقى جايب لشغلة طايحة حظها، قلبت الصفحة الوراها بعد أكثر منها سوءا وحقارة وقذارة. هذا هو الذي قدمه محمد حسين فضل الله لهذه الأمة، لهذه الأمة طايحة حظها. رجاء اعرضوا لنا الوثيقة رقم 3 من مجموعة وثائق محمد حسين فضل الله الفيديوية. عندما ننظر إلى قوة موقف الزهراء وطبيعة القيام للدفاع عن حقها وعن حق الولاية عليه وخوف وتسلط الفريق الآخر، ونتابع السلسلة في التجرع على الأنبياء حتى الرسول وأهل البيت، كيف نستثني كسر ضلع الزهراء مع العلم أن كلمة وإن التي أطلقتها أسوى المهاجمة أعطت الإيحاء؟ أضف إلى ذلك، كيف نفسر خسران الجنين محسن؟ قلت إن هذا لم يثبت ثبوتا بحسب أسانيد معتبرة، ولكن قد يكون ممكنا. أما سقوط الجنين فقد يكون بحالة طبيعية طارئة. هذا هو الذي قلته لكم، الرجل هكذا قال جوابا على السؤال الذي قرأه. قلت إن هذا لم يثبت ثبوتا بحسب أسانيد معتبرة. منطق الخوئي، منطق محمد باقر الصادر، ومن قبلهم محمد حسين كاشف الغطاء، المنطق هو هو. كل الذي جاء به هذا الرجل أخذه من الخوئي ومحمد باقر الصدر، لكن الحملة صارت عليه. أمة جاهلة، أمة مسخرة، في الوقت نفسه يقدسون الخوئي. محمد حسين فضل الله من تلامذة الخوئي. محمد حسين فضل الله صار له ما صار من وجود في لبنان بسبب دعم الخوئي له. محمد حسين فضل الله خوئي إلى النخاع، آراؤه خوئية، ضلاله خوئي. الخوئي يمجد، محمد حسين فضل الله يذم، بينما الرجل آراؤه إذا أردنا أن نقوم بعملية مقايسة فيما بين خراء وخراء، فخراء محمد حسين فضل الله أفضل من خراء الخوئي. على الأقل محمد حسين فضل الله لا يصرح بشكل رسمي، وإن كان يتبنى هذا بحسب الذين يعرفون آراءه ومعتقداته، بشكل رسمي لا يصرح بسهو المعصوم، لا يصرح لفظا، عمليا يقول من أن المعصومة فعل كذا، من أن المعصومة أخطأ في كذا، هذا يقوله، لكنه حينما يأتي إلى عبارة السهو لا يصرح بسهوه، مثل ما يفعل الخوئي بنحو هو أقبح مما يعتقد به وصرح به الطوسي في تفسيره الخريان، في تفسيره التبيان. ألا لعنة على آراء الطوسي، ألا لعنة على آراء الخوئي، ألا لعنة على آراء محمد باقر الصدر، ألا لعنة على آراء محمد حسين فضل الله. عقائد ضالة وقذارة في قذارة، هذه هي الحقيقة من الآخر. كلماتي قاسية وفي بعض الأحيان قد تكون سوقية، وسوقية جدا. ماذا أصنع؟ هذه وسيلتي كي أضع النقاط على الحروف. رجاء أعيد
بث الوثيقة. عندما ننظر إلى قوة موقف الزهراء وطبيعة القيام للدفاع عن حقها وعن حق الولاية عليه وخوف وتسلط الفريق الآخر، ونتابع السلسلة في التجرع على الأنبياء حتى الرسول وأهل البيت، كيف نستثني كسر ضلع الزهراء مع العلم أن كلمة وإن التي أطلقتها أسوى المهاجمة أعطت الإيحاء؟ أضف إلى ذلك، كيف نفسر خسران الجنين محسن؟ قلت إن هذا لم يثبت ثبوتا بحسب أسانيد معتبرة، ولكن قد يكون ممكنا. أما سقوط الجنين فقد يكون في حالة طبيعية طارئة. لا أريد أن أعلق كثيرا على مثل هذا الضراط الحوزوي الطوسي الخوئي الصدري الفضلاوي. رجاء اعرضوا لنا الوثيقة الرابعة. وأنا ليست القضية من المهمات التي تهمني، سواء قال القائلون أن ضلعها كفر أو لم يقل القائلون ذلك، هذا لا يمثل بالنسبة لي أي سلبية أو أي إيجابية. هي قضية تاريخية تحدثت عنها في دائرة ضيقة خاصة، ولم أتحدث عنها في الهواء الطلق، ولكن الذين يصطادون في الماء العكر حاولوا أن يجعلوا منها قضية للتشهير والإثارة الغوغاء والإثارة السذج البسطاء من الناس بطريقة وبأخرى، ولم أتحدث بها في أي مجال، وإنما تحدثت في تحدثت عنها كجواب على سؤال، لأن كثيرا من الناس أصبحوا يصطادون في الماء العكر، ولذلك تحدثت في مقام شرح موقفي ووجهة نظري، وإلا فهذه القضية ليست من المهمات التي أهتم بإثباتها ونفيها، لا من ناحية علمية ولا من ناحية سياسية، ولكن مشكلتنا أن الكثيرين من الناس يحملون الأمور أكثر مما تتحمل. هكذا يقول محمد حسين فضل الله، وأنا ليست القضية من المهمات التي تهمني، سواء قال القائلون، هو قال أن ضلعها كسر، يفترض أن يقول إن ضلعها كسر ليس مهما. أنا لا أريد أن أصحح الأخطاء النحوية واللغوية، وإنما أقرأ مثل ما جاء في كلامه. وأنا ليست القضية من المهمات التي تهمني، سواء قال القائلون أن ضلعها كسر أو لم يقل القائلون ذلك، هذا لا يمثل بالنسبة لي أي سلبية أو أي إيجابية، هي قضية تاريخية. هذا منطق نواصب سقيفة بني ساعدة، يقولون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، تلك أمة قد خلت، لماذا ننبش في التاريخ؟ هكذا يقول نواصب سقيفة بني ساعدة، يريدون تغطية جريمتهم. ظلامة الزهراء ما هي بقضية تاريخية؟ نحن لا نتحدث عن الخنساء الشاعرة، ولا نتحدث عن عبلة حبيبة عنتر، ولا عن ليلى التي يعشقها مجنونها. نحن لا نتحدث عن زنوبيا ملكة تدمر،
ظلامة الزهراء في صميم العقيدة وفي جوهر العقيدة، ولكن هؤلاء لا يفهمون هذه الحقيقة، يتحدثون بحسب المنطق الطوسي القذر، بحسب المنطق الخوئي القذر، بحسب المنطق القطبي القذر، هذا يتحدث وفقا لهذا المنطق. وهذا الكلام مطروح عند المراجع ومطروح في الأجواء الطوسية بكثرة، من أن الأمر تاريخي، ظلامة الزهراء أمر عقائدي، في دين العترة الطاهرة الدين يبتني على الولاية والبراءة. الولاية والبراءة ميزانها الواضح فاطمة، فإن الله يرضى لرضاها ويغضب لغضبها، هذا هو ميزان الولاية والبراءة. هذا المرجع الأثول أتحدث عن محمد حسين فضل الله، أقول له حينما تقرأ الزيارة الجامعة الكبيرة، هذا إذا كنت تقرأها وتعتقد بها، ربما تقرأها أمام الناس، لكنني لا أسألك عن قراءتك للزيارة أمام الناس حينما تقرأها لنفسك. إذا ما وصلت إلى هذه العبائر وبرئت إلى الله عز وجل من أعدائكم ومن الجبت والطاغوت والشياطين وحزبهم الظالمين لكم الجاحدين لحقكم والمارقين من ولايتكم والغاصبين لإرثكم الشاكين فيكم المنحرفين عنكم، هذه الأوصاف ألا تنطبق بالدرجة الأولى على قتلة الزهراء؟ كيف تفهم هذه العبائر؟ أم أنك تفهمها في الحكام الظالمين في زماننا الذين اصطدموا بجماعة الإخوان المسلمين أو اصطدموا بحزب الدعوة الإسلامية، وهؤلاء يمثلون الطبقة الواعية في الأمة، ومن هذا الخرط؟ أم أنك تفهمها فهما حركيا ديناميكيا، لأنك تتحدث دائما عن الحركية الديناميكية في واقع الأمة الإسلامية، أم أنك تفهمها بالانفتاح على الآخر؟ فإننا لابد أن ننفتح على أبناء المذاهب الأخرى، وأن ننفتح على أبناء الديانات الأخرى، وأن ننفتح على الإنسانية عموما، وإحنا نظل نفتح ورد لي ورا أو نفتح ولك عم انشرقنا حتى قمنا ما نقدر ننسى، نظل نفتح ونفتح انفتاح. وصلنا إلى حالة لا نستطيع أن نجمع بين أرجلنا، نفتح وما لحق، نفتح وما لحق، إلى أن انشرقنا. كيف تفهم هذه الزيارة الشريفة؟ إحنا ويهمناك. نرجع ونقول ندورنا على آدمي، ما لقينا لنا آدمي. يا جماعة شوفونا فد مطن تفاهم وياه، حتى مطن تفاهم وياه ماكو، شو نسوي احنا؟ ما تقولوا لي شو نسوي. نذهب إلى فاصل. أعرضوا لنا الوثيقة الخامسة. لماذا أصرت الزهرة على أن يبقى قبرها غير معروفا مع أنها كانت القمة في التسامح؟ كانت المسألة مسألة احتجاجية،
وقد عرف قبرها بعد ذلك. ابن الأوادم، وين عرف قبرها؟ في أي مكان؟ يضحكون عليكم حتى في الأمور البديهية. إذا كان قبرها معروفا بالإجمال فهذا معروف منذ اليوم الأول. الروايات حدثتنا عن قبرها بالإجمال، فهو معروف من اليوم الأول. فأين ستدفن؟ لابد أن تدفن في المدينة. في أي مكان؟ هناك البقيع وهناك بيتها، وبيتها ملاصق لمسجد النبي. بالإجمال نحن نعرف قبرها، لكن الكلام ليس عن المعرفة الإجمالية. أين قبرها بالضبط؟ لا يعرفه أحد. أئمتنا صلوات الله عليهم حدثونا عن قبرها بالإجمال، لكنهم لم يضعوا أصابعهم على موضع في الأرض وقالوا هنا دفنت فاطمة. هؤلاء ماذا يفقهون وعن أي شيء يتحدثون؟ رجاء أعيدوا بث الوثيقة. لماذا أصرت زهرة على أن يبقى قبرها غير معروفا مع أنها كانت القمة في التسامح؟ كانت المسألة مسألة احتجاجية، وقد عرف قبرها بعد ذلك. نذهب إلى الوثيقة السادسة. وهي التي ظلمت بغسلها فقط، وهي التي ظلمت بالإتيان بالنار لإحراق بيتها. أما بقية التفاصيل، هل دخلوا بيتها أو لم يدخلوا بيتها، هل كسر ضلعها، هذه قضية تاريخية قد يختلف فيها الرأي، وليست من أصول العقيدة، وليست واردة لتبرئة الذين ظلموها، ولكن بعض الناس يصطادون في الماء العكر ويحاولون أن يحملوا القضايا أكثر. ربما كان لنا علامات استفهام على هذه المسألة من ناحية بعض النقاط التي أثرناها، ومن حق كل إنسان أن يرسم علامات استفهام، ومن حقه على الآخرين أن يجيبوها. ولذلك أما الحكي أننا اعتذرنا، الواقع لم يكن هذا اعتذارا، ولكنه كان مواجهة للحملة الظالمة التي كادت أن تتحول إلى فتنة في قم. وطلب مني الكثيرون من الفضلاء أن أتحدث بطريقة تمنع الآخرين من إثارة الفتنة الغوغائية التي حدثت من أكثر من جانب، والتي استفادت منها المخابرات الإقليمية والدولية. لذلك تحدثت بطريقة ليس فيها اعتذار، ولكنها فيها تخفيف من طبيعة الموضوع. وأنا ليست القضية من المهمات التي تهمني. لا أريد أن أعلق كثيرا على هذا الهراء الذي تحدث به، لكنه أشار إلى طريقته في الكلام وكيف أنه يتراجع ويعتذر. هو قال من أنني ما اعتذرت، هو اعتذر وتراجع، ولكنه أثبت في كتبه الأقبح والأقبح والأقبح. نذهب إلى الوثيقة السابعة. وأنا لا أتفاعل مع كثير من الأحاديث التي تقول بأن القوم كسروا ضلعها أو ضربوها على وجهها أو ما إلى ذلك. إنني أتحفظ في كثير من هذه الروايات، كما أنقل عن المرحوم السيد علي حسين شرف الدين، وقد التقيت به في صور في الخمسينات، في أوائل الخمسينات، وسألته عن ذلك. قال الثابت عندنا أن القوم جاءوا
بالحطب على باب الزهراء، فقالوا لهم إن فيها فاطمة، قالوا وإن. ثم رأينا أن الشيخين أبا بكر وعمر جاء يطلبان المسامحة من الزهراء، مما يدل على أن الزهراء كانت تحتفظ بقيمتها في المجتمع المسلم حتى من كبار الصحابة. لذلك استفادت من موقعها ووقفت وخطبت خطبتها المعروفة التي تدل على سعة أفقها الثقافي وقوتها في الحجة وفي البرهان، ثم أنها تحدثت مع المهاجرين والأنصار وأقنعتهم، وقالوا لها لو أن عليا ذكر لنا قبل ذلك لكنا معه ولكننا بايعنا. وهذا معنى نستوحيه، أن المرأة حتى لو كانت في مستوى فاطمة الزهراء عليه السلام ليست بأكبر من أن تواجه الموقف السياسي أو الاجتماعي. هو يتحدث عن عبد الحسين شرف الدين. ومن هو عبد الحسين شرف الدين؟ عبد الحسين شرف الدين طوسي كبقية الطوسيين، وعقيدته عقيدة طوسية. أقرأ عليكم ماذا يقول إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، أقرأ عليكم من كامل الزيارات، وهو من أوثق كتبنا، لابن قولوي المتوفى سنة 368 للهجرة. هذه الطبعة طبعة مكتبة الصدوق، طهران، إيران. الباب 48، صفحة 347. إنه الحديث 11 بسنده عن حماد ابن عثمان عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، حديث طويل مفصل أذهب إلى موطن الحاجة منه. الحديث عن الزهراء صلوات الله وسلامه عليها، وتضرب وهي حامل، إلى أن تقول الرواية الشريفة وتطرح ما في بطنها من الضرب وتموت من ذلك الضرب. سبب موتها هو ما جرى عليها فيما بين الباب والجدار. وهذا الحديث ليس عن إمامنا الصادق بنحو مباشر، إمامنا الصادق ينقله عن رسول الله، ورسول الله ينقله عن الله، الله هو الذي يخبر رسول الله بهذا، هذا كلام الله. وتضرب وهي حامل، يخبره عن قادم الأيام، يخبر رسول الله. وتضرب وهي حامل، إلى أن تقول الرواية وتطرح ما في بطنها من الضرب وتموت من ذلك الضرب. الكلام واضح وصريح في الكتاب نفسه، حديث مفصل من الباب 108، إنه الحديث الثاني عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، يتحدث فيه عن الذين يعذبون في قبورهم عذابا شديدا، يذكر جملة منهم.
فرعون موسى، نمرود، قاتلوا أمير المؤمنين، وقاتلوا فاطمة ومحسن، وقاتلوا الحسن والحسين، قاتلوا فاطمة ومحسن، فإن فاطمة قد قتلت. هذه كلمات أئمتنا في أوثق كتبنا، فضلا عن التفصيل الكامل الموجود في كتاب سليم بن قيس رضوان الله تعالى عليه، الوثيقة الأهم في إثبات جريمة قتل فاطمة صلوات الله وسلامه عليها. هؤلاء لا علم لهم بحديث العترة الطاهرة، حتى لو كانت أسماء رنانة، فمن هو عبد الحسين شرف الدين؟ الصادق هو الذي يقول ينقل عن رسول الله عن الله. من هو الخوئي؟ من هو محمد باقر الصادق؟ من هو عبد الحسين شرف الدين؟ من هم هؤلاء؟ ما قيمتهم؟ حكيهم وين انصرفه؟ بيش انصرفه؟ ابن علم قطعه بقنادر عتيقه؟ الصادق هو الذي يقول من هؤلاء؟ ما قيمتهم؟ ماذا يساوون؟ أنتم مضحوك عليكم. هؤلاء مسخرة عند الشياطين، الشياطين يضحكون عليهم، وأنتم مسخرة عند هؤلاء، عند مسخرة الشياطين. الشياطين اتخذوهم حميرا، اتخذوا الخوئي ومحمد باقر الصادق وعبد الحسين شرف الدين والبقية، اتخذوهم حميرا. وإلى أي منطق هذا؟ الثابت عندنا أن القوم جاءوا بالحطب على باب الزهراء فقالوا لهم إن فيها فاطمة، قالوا وإن ثبت عندك؟ ما ثبت عندك، ظل أنت مضرط مخرط بكيفك. هذه أحاديث العترة الواضحة والصريحة. هل هناك من علامة أقوى من تغييب قبرها؟ هذه علامة واضحة. هل نحتاج إلى بحث طويل بخصوصها؟ أم أننا نكذب كما يكذب محمد حسين فضل الله من أن قبرها عرف بعد ذلك؟ هؤلاء جهال، هؤلاء سفلة، هؤلاء كذابون، هؤلاء سفهاء، هؤلاء هم مراجع وعلماء المذهب الطوسي القذر. دين العترة الطاهرة شيء آخر. يا شباب الشيعة، يا شباب الشيعة، يا شباب الشيعة، يا أيها المخلصون من الشيعة، ساعدوني كي أساعدكم، أستطيع أن أخرجكم من هذه الحفرة المظلمة، وحق الحسين أستطيع إذا ما وقفتم معي، أستطيع أن أؤسس لكم جامعة، مدرسة، حوزة تدرس دين العترة الطاهرة، أستطيع أن أضع المناهج، أن أهيئ الأساتذة، أستطيع أن أؤسس مكتبة شيعية جديدة نظيفة، أستطيع أن أخرجكم من هذا الواقع المظلم، ساعدوني، أنا محاصر من جميع الجهات، ساعدوني ولو على المستوى الإعلامي كي أستطيع أن أساعدكم. أنا لا أطلب مساعدة لنفسي، ساعدوني كي تساعدوا أنفسكم. أنا قادر على أن أخرجكم من حفرة الضلال هذه. خارطة الطريق
عندي واضحة، لقد استخلصتها من قرآنهم المفسر بتفسيرهم، ومن حديثهم المفهم بتفهيمهم. خارطة الطريق عندي واضحة، إلا إذا كنتم تريدون البقاء تحت رحمة هؤلاء الحمير من مراجع المذهب الطوسي القذر، هذا أمر راجع إليكم. ألا تلاحظون أن القوم يعبثون بكم وقد عبث بهم الشيطان قبل ذلك؟ اذهبوا بنا إلى الوثيقة الثامنة. كانت الزهراء كما أشرت، كما يروي المؤرخون، أن أبا بكر وعمر استأذن عليا في أن يزور الزهراء في بيتها ليتحدث معها، لأنها سمع أنها غاضبة عليهما، واستأذنها علي في ذلك وقالت له البيت بيتك، وجاء وجلس إليها وتحدث معها وتحدثت معهم بشكل طبيعي. وحق الحسين كذاب، كذاب كذاب كذاب، وهذه الصفة موجودة في جميع مراجع النجف وكربلاء، كذابون سفلة، كذابون سفلة. قبل قليل قرأت عليكم كذب الخوئي من فتاواه، وهذا تلميذه، كذاب كذاب. الكتاب الذي بين يدي تأريخ الخلفاء أو الإمامة والسياسة، والاسم الثاني أشهر، الإمامة والسياسة لابن قتيبة الدينوري من علماء ومؤرخي المخالفين. صحيح أن المخالفين ينكرون أن الكتاب له، لماذا؟ لأنه يثبت الحقائق واضحة، شيء طبيعي ينكرون الكتاب، مثلما ينكر علماء المذهب الطوسي كتاب سليم بن قيس. هؤلاء سفلة وهؤلاء سفلة، هؤلاء حقراء وهؤلاء حقراء، الجميع يشربون من العيون الكدرة القذرة، ولذا فإن النتيجة واحدة. طبعة مؤسسة الأعلمي بيروت لبنان في الصفحة 23 تفصيل للواقعة، لواقعة مجيء أبي بكر وعمر إلى بيت فاطمة صلوات الله عليها. سأقرأ بعض العبارات، بإمكانكم أن تعودوا إلى المصدر وتطلعوا على التفاصيل. فقال عمر لأبي بكر رضي الله عنهما: انطلق بنا إلى فاطمة فإنا قد أغضبناها. محمد حسين فضل الله ينقل هذا المضمون لكنه يحرفه، يكذب فيه. وجاء وجلس إليها وتحدث معها وتحدثت معهم بشكل طبيعي. متى؟ كما يروي المؤرخون أن أبا بكر وعمر استأذنا عليا في أن يزورا الزهراء في بيتها ليتحدثا معها، لأنها سمع أنها غاضبة عليهما. نذهب إلى ابن قتيبة الدينوري، فقال عمر لأبي بكر رضي الله عنهما: انطلق بنا إلى فاطمة فإنا قد أغضبناها. فانطلق جميعا
فاستأذنا على فاطمة فلم تأذن لهما. فاطمة ما أذنت لهما، فأتيا عليا فكلماه فأدخلهما عليها، فلما قعدا عندها حولت وجهها إلى الحائط. في البداية ما أذنت لهما، لكن الأمير لما قال لها إن الرجلين يريدان أن يدخلا عليك، قالت المرأة زوجتك والبيت بيتك. فلما قعد عندها حولت وجهها إلى الحائط فسلم عليها فلم ترد عليهما السلام. هذا كلام ابن قتيبة الدينوري وهو من كبار علمائهم، وهذا الكتاب كتابه، وهذا المضمون موجود في كتبنا أيضا، في كتبنا الشيعية، لكن الكلام واضح. فلما قعد عندها حولت وجهها إلى الحائط فسلم عليها فلم ترد عليهما السلام، إلى أن قالت لأبي بكر والله لأدعون الله عليك في كل صلاة أصليها. إنني أقرأ عليكم من الإمامة والسياسة من كتبهم لابن قتيبة الدينوري، ذولا مراجعنا الهتلية حتى من ينقلون الكلام حرفوه. هذا الموجود في كتب المؤرخين. رجاء أعيد بث الوثيقة الثامنة، وأتمنى على المشاهدين أن يدققوا في كلامه، وتحدث معها وتحدثت معهم بشكل طبيعي، هذا حديثها بشكل طبيعي، بالله عليكم هكذا يكون النقل. اعرضوا لنا الوثيقة. كانت الزهراء كما أشرت، كما يروي المؤرخون، أن أبا بكر وعمر استأذن عليا في أن يزور الزهراء في بيتها ليتحدث معها، لأنها سمع أنها غاضبة عليهما، واستأذنها علي في ذلك وقالت له البيت بيتك، وجاء وجلس إليها وتحدث معها وتحدثت معهم بشكل طبيعي. هل نقل الكلام بأمانة وصدق؟ الكلام كثير والوقت قصير، فماذا أصنع للوقت؟ نذهب إلى الوثيقة التاسعة. لماذا نرد على من يقول أن الصديقة الطاهرة لم تر الدم؟ هذا كما يقول بأن الشمس ليست طالعة في وضوح النهار، فنحن نعرف أن الزهراء عليه السلام ولدت الحسن والحسين كما ولدت زينب وأم كلثوم وكذلك، ولهذا هذا الكلام كلام سخيف جدا ولا يحتاج إلى رد، وهذا أمر علم لا يضر من جهل ولا ينفع من علمه، وسواء كانت ترى دما أو لم تدرى فإن رؤيتها الدم لا تنقص من قدرها، وعدم رؤية الدم أيضا لا تعتبر فضيلة كبرى من فضائلها. هذا الذي يقوله محمد حسين فضل الله. ماذا يقول أئمتنا؟ إنني أقرأ عليكم من الكافي الشريف من الجزء الأول، إنها طبعة دار الأسوة طهران إيران، من باب مولد الزهراء فاطمة. الكليني اختار أهم الأحاديث من أهم الكتب التي ألفت زمان الأئمة صلوات الله عليه. الحديث الثاني صفحة 521،
عن إمامنا موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليه. إن فاطمة صديقة شهيدة، صديقة شهيدة، هذا الوصف يؤكده أئمتنا من أنها شهيدة. قتلت فاطمة، قتلوها. إن فاطمة صديقة شهيدة، وإن بنات الأنبياء لا يطمثن. لو كان هذا الأمر ليس مهما لماذا تحدث عنه إمامنا الكاظم؟ ولماذا أردفه بصفتين من أهم صفات فاطمة؟ صديقة شهيدة. إن فاطمة صديقة شهيدة، وإن بنات الأنبياء لا يطمثن. هذا المرجع الأثول، أتحدث عن محمد حسين فضل الله، يقول: وهذا أمر علم لا يضر من جهله ولا ينفع من علمه. يعني أنت تريد تفهمنا، أنت أفهم من الإمام الكاظم. إذا كان الإمام الكاظم هو يريد يعلمنا، أنت أفهم من الإمام الكاظم. وهذا أمر علم لا يضر من جهله ولا ينفع من علمه. غبران ذولا، غبران غبران وطايحين حظ، ذولا اللي تسمونهم مراجع الشيعة، هتلية ذولا، هتلية. هذه أحاديث الأئمة، هذا هو دين العترة الطاهرة، وهذا هو المذهب الطوسي القذر. لاحظتم الفارق الكبير بين دين العترة وبين المذهب الطوسي؟ رجاء أعيد بث الوثيقة. لماذا نرد على من يقول أن الصديقة الطاهرة لم ترى الدم؟ هذا كما يقول بأن الشمس ليست طالعة في وضوح النهار، فنحن نعرف أن الزهراء عليه السلام ولدت الحسن والحسين كما ولدت زينب وأم كلثوم وكذلك. لهذا هذا الكلام كلام سخيف جدا ولا يحتاج إلى رد، وهذا أمر علم لا يضر من جهله ولا ينفع من علمه. وسواء كانت ترى دما أو لم ترى، فإن رؤيتها الدم لا تنقص من قدرها، وعدم رؤية الدم أيضا لا تعتبر فضيلة كبرى من فضائلها. حينما أصف أحاديثهم بالسخف وبالسفاهة تستكثرون ذلك علي. هو يقول عن كلام الإمام الكاظم هذا الكلام كلام سخيف جدا. ما هو هذا كلام الإمام الكاظم؟ قرأته عليكم من أوثق كتبنا من الكافي الشريف. أنا ما أدري أنتم فهمتوا لو ما فهمتوا، وين وصلتوا أنتم؟ وين وصلتوا؟ وين وصلتوا أنتم اللي قاعدين بالحسينية؟ ساداتنا، أجلائنا، أنا أدري، أدري وين هاي الحسينيات، أدري. أنتم اللي قاعدين بالمضيف، ماذا أقول لكم؟ آبائي، إخواني، أبنائي، سادتي، أنتم اللي بالنجف في بيوتكم في المدارس الدينية. أنا عندي الأخبار، تتابعون البرنامج وتتفاعلون معه، بس افتهمتوا لو ما افتهمتوا. رحمة على والديكم،
تدبروا في الأمر، تدبروا في الأمر. القضية خطيرة، خطيرة جدا. وصدقوني، إذا ما استطاعوا أن يخنقوا هذا الصوت لن تسمعوا صوتا آخر. ليس لأنني معجزة، ربما يأتيكم من هو أفضل مني تريليونات المرات، لكنني أتحدث عن المعطيات الموجودة على الأرض. أنا لا أعلم الغيب، أنا أتحدث عن الذي أراه أمام عيني، وأعتقد أنكم تتفقون معي في هذا الأمر. ساعدوا أنفسكم وساعدوني كي أساعدكم، كي أخرجكم من ضلال المذهب الطوسي. ساعدوني، أنا قادر على أن أفعل الكثير، قادر على أن أغير واقعكم إذا ما وقفتم معي. أما إذا كنتم تختارون المذهب الطوسي، هنيئا لكم بمذهبكم الطوسي، وهنيئا لي بديني العترة الطاهرة. لكم دينكم ولي ديني. نذهب إلى الوثيقة العاشرة. يا مريم، إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، كيف نعلم أن السيدة الزهراء صلوات الله عليها هي سيدة نساء العالمين؟ هناك حديث أن مريم سيدة نساء عالمها باعتبار أن الله اصطفاها، وأن فاطمة سيدة نساء العالمين، ويمكن اثنينهم يكونوا سيدة نساء العالمين، ما في مشكلة. يعني الآن ممكن فاطمة سيدة نساء العالمين ومريم سيدة نساء العالمين. وأنا غالبا ترى هالأسئلة يعني أقول أنه جماعة ما مختلفين، سهل نخلف بينهم ليش؟ الآن فاطمة طاهرة مطهرة ومريم طاهرة مطهرة، وهما في مواقع القرب عند الله، هم ما مختلفين. إذا احنا كنا قالوا فاطمة أفضل أو مريم أفضل، ولو كانت أفضل أو مو أفضل، فهذه سيدة نساء، يعني هذا ليس دخيلا في العقيدة، ليس هذا قضية. احنا أعتقد أن يعني هذا شيء موجود عند العلماء يتكلمون فيه، لكن ليس هو نهتم بالقضايا اللي تمثل أسس العقيدة. هذا فأقول يمكن حل اثنين، أن نقول أن فاطمة سيدة نساء العالمين وأن مريم سيدة نساء العالمين، يعني يكون ما في الحسن والحسين سيدة شباب أهل الجنة، يعني ما في عندنا هو الحسن سيد شباب أهل الجنة والحسين سيد شباب أهل الجنة، هما سيدة شباب أهل الجنة وهما أيضا سيدتان نساء العالمين، ما في، وبذلك بعد ما نخرب علاقاتهم مع بعضهم ولا شيء. ما هذا الضراط، ما هذا الضراط؟ الضراط كثير كثير على هذا الكلام. شنو ما نخرب علاقاتهم مع بعض؟ ما هو وجه المقارنة والمقايسة؟ الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، كيف نقايس السيدة مريم بالصديقة الكبرى؟ دا وجه للمقايسة. ثم يا أيها المرجع الغبي الأثول، رسول الله هو الذي سمى فاطمة بمريم الكبرى، هو الذي سماها، لكنك جاهل، لست مطلعا على أحاديث رسول الله وآل رسول الله. الرواية عن إمامنا الكاظم صلوات الله وسلامه عليه عن رسول الله هو الذي سماها، سمى فاطمة بمريم الكبرى. أنا لا أريد أن أرد عليه، لكنه ما سئل سؤالا عن العترة الطاهرة إلا وقال هذا ليس دخيلا في العقيدة. نهتم بالقضايا اللي تمثل أسس العقيدة. شنو هي هاي القضايا اللي تمثل أسس العقيدة؟ تفسير سيد قطب مثلا، لعنة الله على سيد قطب.
حكي خرط كله خرط. أدري أنت شيخ عشيرة وجاي تقرب بين نسوان اثنين مختلفات، لو ذني مثلا بنت أخوك وبتك، بنت أخوك وبنت أختك، وتقسم المناصب بكيفك، هذه سيدة نساء العالمين وهذه سيدة نساء العالمين، وبذلك بعد ما نخرب علاقاتهم مع بعضهم. تردون تسمعون هذا الخرط؟ اسمعوا مرة ثانية. رجاء أعيدوا بث وثيقة الخرط والضراط الفضلاوي. يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، كيف نعلم أن السيدة الزهراء صلوات الله عليها هي سيدة نساء العالمين؟ هناك حديث أن مريم سيدة نساء عالمها باعتبار أن الله اصطفاها وأن فاطمة سيدة نساء العالمين، ويمكن اثنينهم يكونوا سيدة نساء العالمين، ما في مشكلة. يعني الآن ممكن فاطمة سيدة نساء العالمين ومريم سيدة نساء العالمين. وأنا غالبا ترى هالأسئلة يعني أقول أنه جماعة ما مختلفين، سأحن نخلف بينهم ليش؟ الآن فاطمة طاهرة المطهرة ومريم طاهرة المطهرة وهما في مواقع القرب عند الله، هم ما مختلفين. إذا احنا كنا قالوا فاطمة أفضل أو مريم أفضل، ولو كانت أفضل أو مو أفضل فهذه سيدة نساء، يعني هذا ليس دخيلا في العقيدة، ليس هذا قضية. احنا أعتقد أن يعني هذا شيء موجود عند العلماء يتكلمون فيه، لكن ليس هو نهتم بالقضايا اللي تمثل أسس العقيدة. هذا فأقول يمكن حل اثنين، أن نقول أن فاطمة سيدة نساء العالمين وأن مريم سيدة نساء العالمين، يعني يكون ما في الحسن والحسين سيدة شباب أهل الجنة، يعني ما في عندنا هو الحسن سيد شباب أهل الجنة والحسين سيد شباب أهل الجنة، هما سيدة شباب أهل الجنة وهما أيضا سيدتان نساء العالمين، وبذلك بعد ما نخرب علاقاتهم مع بعضهم ولا شيء. هذا حمار، أنت حمار، انت شنو بشار بقر من يصنف؟ الحسن والحسين قرينان في المنزلة نفسها، اين مريم من الصديقة الكبرى؟ اي منطق هذا؟ ماذا تفقه من القرآن؟ ما انت مفسر من المفسرين، هم كاتب لك تفسي، مو تفسير هو تفسي، هم كاتب لك تفسي، ماذا تفقه من القرآن؟ ماذا تفقه من منظومة الأدعية والزيارات التي تكشف حقائق الدين؟ ماذا تفقه من ثقافة العترة الطاهرة؟ أنتم الشيعة وين رايحين؟ وين مولين تمشون وراء ذولا الهتلية؟